اليوم تمت عملية تلقيح الجرعة الثالثة بالنسبة للناس اللي كملوا 6 أشهر الجرعة الثانية. وكيف كتشوفوا داخل هذا المركز كتم عملية التلقيح في ظروف جد ملائمة ومنظمة بطريقة جيدة. كاين إقبال جد مهم بالنسبة للناس اللي غيديروا الجرعة الثالثة ديال التلقيح. لحد الساعة الفئة المستهدفة كاين الناس مسنين، كنلاحظوا الإقبال ديالهم هذا الصباح. اللي نبغي نقول للناس اللي مازال ما داروش التلقيح ديالهم انهم يجيو يديروا التلقيح ديالهم، لانه جد مهم وما كاين حتى شي اعراض جانبيه بالنسبه للناس اللي داروا لحد الساعه. انا حيت مسنه وراجلي مسن وعنده امراض مزمنه، غير شفنا جانا الاس ام اس جينا كنجريو باش نديروا هذا اللقاح الثالث باش نكملوا المناعه ديالنا ونكونوا هانيين. دابا اللي ما باقي ما تلقح يجي يجري يتلقح باش نكونوا شعب هاني مع بدون كورونا. الجرعه الاولانيه والثانيه كانت سينوفارم ودابا فايزر، كلهم مزيانين. كننصحهم يجيو يتلقحوا حتى شو بدون لقاح راه ما كاينش الصحه، كاين المرض وكاين العدوى وكاين بزاف الحاجات سيوصلوا الناس لهذاك سميتو الانعاش وداك الشيء خايبه، الناس ستموت الا ما جاوش يتلقحوا غادي يموتوا يعاديهم. مات وحده مسكينه مرات العساس ديالنا دي الليل مات كورونا حيت ما كانتش ملقحه، اذا اللقاح هو الحل. هادشي كنتمنى انا على المغاربه يكونوا واعيين كبحال الشعوب الاخرين. باش ندير الجرعه الثالثه وراه الحمد لله داز كلشي لا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه والحمد لله الاطر الطبيه واقفين والممرضين واقفين الله يجازيهم بخير والناس كلها ضروري خصنا نديروا تلقيح باش هذا المرض يمشي بحاله، لان بالتلقيح تتوقع المناعه والمناعه هي اللي كتكون كتحمي الجسم من جميع الامراض وخاصه هذا المرض هذا ديال دابا فهمتي. الا ما كانش التلقيح باش غادي نقاوموا هذا المرض هذا فهمتي يا ولدي. اذا ضروري وكنصح الناس كاملين، تنصح المغاربه كاملين الشبان صغار كبار الناس عندهم امراض مزمنه وكلشي يديروا التلقيح باش يحميوا راسهم. وراه بلا تلقيح بنادم تيبقى في الخطر يقدر يمرض راسو ويمرض غيره، ولا درتي التلقيح كتكون في الوقايه كتحمي نفسك وتحمي العائله ديالك وتحمي البلاد ديالك. والله يجعل البركه في الناس الاطر الطبيه والممرضين اللي واقفين على هذا الشيء، وكنشكروا جلاله الملك اللي داير مجهوده والناس اللي هما حتى هما تيطبقوا هذا الشيء ديال باش يعطيو هذا يسديو هذا الخير لهذا المواطن باش يحمي راسو وكل شيء. هذا من فضل الله، اللهم لك الحمد. صح اي المواطن يدير هذاك الشيء اللي هنا هذاك الشيء طبي وشفنا داكشي في التلفزيون وشفنا داكشي، الانسان ما عندوش من شي يتخوف. اش غادي يتخوف الانسان؟ يعني الا كانوا مصايبين حنا قال لك اش دير سيرتونا لي سي ام اس ديروا الجرعه الثالثه، نديروا الجرعه الثالثه بصدر رحب ما كاين حتى شي مشكل. انصح المواطن لهذا يمشي يدير الواجب، هذا كيتسمى واجب، هذا واجب بخير وعلى خير واستقبال مزيان وفضاء مزيان وفي مني دخلنا مع الباب وحنا الحمد لله بخير وعلى حقيقه كاين زعما شي حاجه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.